تستطيع أن تتكلم عن سورة الأحزاب في كلمة واحدة، أتت في القرآن كله مرة واحدة، الآية 21 من سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما أتت هذه الكلمة إلا مرة في القرآن كله، 36 آية. ومن هنا كانت الحملة المباركة التي أطلقها الأمير وفقه الله لكل خير الأمير خالد الفيصل، كيف تكون قدوة؟ لما تتأمل في 73 آية سورة الأحزاب عد آياتها 73 آية، تقع في أواخر الجزء 21 ومبتدأ الجزء الثاني والعشرين الذي فيه بعدها مباشرة تأتي سورة سبأ. تتأمل في هذه السورة تجد أنك تحتاج أن تكون متأسياً بقدوة في حياتك. بعض الناس يتأسى بالملاحدة، يقول لك الملحد هذا يسمى عنده إيش؟ عنده فكرة، هذا جاهل طبعاً، لأن الملحد هذا كافر مرتد زنديق ما عنده أي فكرة في أي شيء. ولذلك وكم من عالم قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم الاعرابي الذي لا يقرا ولا يكتب وقف يوما فقال الاعراب تدل على البعير، يعني لما تيجي مثلا في بعره كما قال في بعير مره هنا، واثر السيء تدل على المسلم، وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاه، هذا يدل ذلك على وعد الحديث. الميكروفون هذا شكله كل الميكروفون ذاك منصب يعني جاء صدفه، صدقونا يعني هذا كريزي كيف الميكروفون جاء صدفه؟ الميكروفون ده بين الكوري وبين الشاي وبين الجمال وفي مصنع كامل وفي دايركشن لاين وفي يعني في خط انتاج وفي شغل لحد ما وصل اليه، ولو حصل له اي نوع من العرض تروح تعمل له مين؟ هذا في حاله صغيره فما بالك. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جاء كونسلس كان يحضر لي أحد في دروس، كان يحضر لي رجل له فكر شيوعي، وكنت أرفق به وأدعو الله أن يهديني ويهديني. جاء المرض اسمه البارالايسس، البارالايسس هذا اللي هو التداخل ايش؟ الرؤية، يشوف الشيء اثنين. راح عند افضل الاطباء حتى اصبح يقال ما يقدر يطلع الدرج، يشوف الدرج قدامه ايش؟ اثنين، ما يدري ايش الصح ايش الغلط، السياره ما يشوف الشارع كله اثنين، اصبح يقودونه وهو في ريحان الشباب، لكن ما استقبل شهاده فاستشف انه ثلاث اربع اشهر في العلاج ما في اي نتيجه. فزاره احد الطيبين في البيت من طلبته، قال يا اخي انا رايح اسوي حجامه تيجي معايا؟ قال له ايش الحجامه؟ ايش انتوا لسه ما زالوا تشيل شعره ويخدموا له ويحجبوه؟ النبي وش يقول عليه الصلاه والسلام؟ يقول الطب في ثلاث رواه البخاري، شربه عسل وشربه محجم والكي، واني انهى عن الكي، اتكلم في رسول الله اسوه حسنه، والنبي احتجم عليه الصلاه والسلام. قال هو يحكي لي بنفسه، قال هذا اخر حالي، هذا 120 يوم وانا في ضنك، ما في اي نوع من ما في نتيجه في العلاج. يعني بعض الادويه تبع بعض الجانبيه امساك واسهال ومشاكل. قال قلت له يلا. قال فذهب عنه. قال والله ما خرجت من غرفه الحجام الا ورد الله علي بصري. رجع له بصره كما كان واستقام من بعدها. رب ضارة نعم، وأصبح بعد ما كان في أقصى اليسار أصبح مستقيما على الدين والصلاة والعبادة وإلى آخره. فلما تأتي في سورة الأحزاب تجد القدوة تأتي في البيت. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ذلك أدنى أن يعرفن، قيل يعرفن بالعفاف،
الحجاب ديانة، من تمام القدوة أن تبدأ بماذا؟ بنفسك. يا أيها المعلم غير ربك ما كان لك التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فإن انتهت فأنت قديم، ولا تنهى عن خلق وتأتي فعلته عار عليك فعلت عظيم. فربنا قد أدى لدائنا في كل أزواجنا. وبعدين؟ بنا. وبعدين؟ ما معنى الإدلاء؟ الشعر بجوار العرب. قال الشاعر العربي: تمشي النسور إليه وهي راغبة، مشي العذارى عليهن الجلابيب. فالجلباب هو أن يوضع من أعلى الرأس ينزل على فين؟ ينزل على الوجه. وقال الشاعر: اكتسى بالشيب وكساء الشيب أقبح جلباب لمن تجلبب. الشيب لما يجي إلى الرأس، من فين يعني الشيب؟ هو يعيش الرأس. فهو الإدلاء من فوق إلى بس. روى أبو داود عن عائشة قالت: كنا إذا حال ذا بنا الركبان أرخت إحدانا جلبابة من فوق الرأس على وجهها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا سودة احتجبي منه، فتكون قدوة في داخل البيت. فالزوج الموقر والزوجة الموقرة لا ترضى أبدا أن تكون متبرجة أو سافرة. ما معنى السكون؟ السكون هو كشف الوجه، والتبرج هو أن تكون ممكن مغطية للنفس لمس فيه زينة. وربنا قال في نفس السورة، سورة الأسوة والقدوة: ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. شوف الكلام الجميل. 73 ثانية ينبغي أن نقرأها يوميا في بيوتنا، ونقرأ بنسائنا ويوم تعالوا. شوفوا حتى والعجيب سودة. سودة.
الميم ميمونة، والعين خاصة مع الجيم. طيب والزاي معانا عديدة، معانا عديدة زينب بنت عمة النبي، وزينب المخزونية عندنا زينب والله أم حبيبة أم النبي تأبي سوريا خاصة مع الزرق. الصاد صفية بنت حويي، والحاء حفصة بنت عمر، والهاء هند بنت أبي أمية أم سلمة. كل ما تفطر على خاصة افتكر، وزمر مع الجزر كمان يا حلا، خاص مع جزر صحة حفظوها الأولاد ونفضوها. يقول شيخ الشيخ العباد: وما وجدت ألطف من ذلك في جمع أسماء زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. مش حلو أصلا من حفظ البيرنجي والطرش الأسماء اللي تنطق الصلاة. لما تكون قدوة في داخل بيتك أخي الحبيب المبارك، يقول أهل التفسير: لو أن النبي أراد أن عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يكتم شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشى. هذه زينة بنت جاش. ما أحد من الصحابة ذكر باسم الصريح إلا زيد ابن حارثة، البقية ذكروا بالقصة مثل بهم عن أبا في نفس السورة. فلما قرأ زيد ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فأمر الله
أول حاجة وأن ينزل بثيه موسى في جمع للبني إسرائيل. إحنا كمسلمين لو شفنا واحد عينيه مش مسويه شنو؟ يا رب قاتل قاتل طالع فيه. أيوه وموسى يضرب إيش؟ يعني أثر فيه ندمة أو ندمتين، موسى كان إيش؟ قويا، فوقف موسى بس يدف واحد يهمه سبحان فيضرب الحجر على يده وشال ملابسه ويلبسه. الذين هذا موسى كله لأنه كان في نهر الكعد إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فبرر الله ما قال وكان عند الله وجيه يعني صاعد الوجه وقيل مجاب الدعوة. ثم ختمت بالسور وبالتخدم لكي تكون قدوة محفوظ الأمانة. يجي واحد يقول لك عندي زكاة خذ السحر وحطها في جيبك. فهمت؟ احفظ الأمانة وأعظم الأمانة أمانة الدين والتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. إن عرض الأمان الألف لم تجد الاستغراق في قول كل ما هو أمان يدخل فيه هذا أولادك أمان. إن الله سيكون لعبد عم صراع حدث الرجل عن حكيم عن أهل بيته فلا تفرط في هذه الأمان. إن عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فقط وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كلمة الإنسان تأخذ في القرآن كلها صفاتها سلبية، ظلوما جهولا عجولا كلها سلبية لكي يعلمك الله أن تتربى مع القرآن والسنة. تحتاج إلى قدوة تسير عليها في السورة كلها في موعد مسألة قصوى. قال ابن فارس في وحدة مقيس اللغة العاسي هو الطبيب في اللغة الذي يعالج المريض فيشفى بإذن رب العبيد تبارك. ولذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اكثر من 10 من اسماء الله الحسنى ذكرت في هذه السوره لنعلم فقهها هذا. فخل من يهتم عن المؤمنين ويدافع عنه لا تهتم فيه، اهتم بما يبرئك عند الله واهتم بتحقيق التوحيد. وبأول نداء في السورة يا أيها النبي اتق الله. إذا من باب أولى نحن نتقي الله ومعنى التقوى أن تجعل بين يدي عبد الله وقال الشاعر خلي الذنوب صغيرة ما زالت تبقى وكل ماشي على أرض شوك يحذرها ما يرى لا تحترق من الذنوب صغيرة إلا الجبال من الحصى. صلى الله عليه وسلم توفيق وسداد ورشاد ووفقنا إلى ما نحن مؤمنون عليه. من قصر في الثلثين اللذين موضعا فليجتهد في الثلث، ومن اجتهد في الثلثين فضيع الثلث خسر خسرانا عظيما. لان الاعمال بالخواتيم وتتضح الليل خير من الف شهر من اربع قرون سنه. العمل في اول الشهر السعدي وافق العمل فيها فزت باكثر من اجر الف شهر. ومن اراد الاعتكاف يدخل من المغرب بعد المغرب او من الفجر اليوم الذي بعده على قولين كما روى العثيمي فارسل الشيخ للناس. وفق الله يكون كل خير وعنوانكم على كل بر ونجاه من كل شر وشر وصلى الله على نبينا